معاكم بعض القضايا المختلفة، لو نشوف بعض المشاكل والمتاعب. احنا عندنا فين القصة بتاع الشهامة، الزوج وزوجته، قبل ما نطلع لهذا التقرير اللي زوج وزوجته وابنه دفعوا حياتهم ثمنا لإنقاذ طفل من الغرق. يعني نموذج من نماذج الشهامة اللي كمان يعني نتمنى ان احنا نسلط عليها الضوء لغاية ما نجهزه لكم. خير استاذ خير محمد ابن عم الاسرة اللي غرقت. يا استاذ خير اهلا بيك. اهلا اهلا يا استاذ وائل. اهلا بيك استاذ خير. ايه الواقعة بالظبط، تقدر تقول لي تفاصيلها؟ تفاصيلها يا باشا اني الساعة 3:30 طبعا امبارح شم النسيم وكله بيحتفل، طلع ابن عمي ومراته واولاده طلعوا على النيل عندنا في قرية الحمر والجعافرة مركز قوس محافظة قنا. طلعوا وفضلوا قاعدين مثلا الساعة 10 الصبح، انا ما كنتش اعرف انهم هم اللي على النيل لان انا كنت معايا مشوار. وبعدين جاني تليفون بيقولوا لي ان ابن عمك ومراته وابنه غرقوا في النيل. طلعت اجري رحت على المكان لقيتهم فعلا مش موجودين، وابنه الصغير كان على بره، بس هم ابنه الكبير 15 سنه وزوجته وهو. اتصلنا بالسلطات عندنا في مركز قوس المسطحات، جو بعد حوالي نص ساعة طلعوا المرحوم ابن عمي وابنه طلعوا الأب والابن. أمال الزوج الأم فين؟ الزوجة لغاية دلوقتي يا وائل بيه احنا موجودين حاليا على الضفة الشرقية للنيل، الأهل القرية كلها موجودة من امبارح ما روحتش بيوتها، بس دفنا اللي طلعوا واحنا موجودين حاليا. جابوا لنا النهارده خطافين على اساس يساعدوا في انتشال الجثه تحت الزوجه، للاسف ان الامكانيات عنديهم مش هي اللي تساعد على كده يعني، وانت عارف حضرتك النيل، فانا يعني من خلال برنامجك لو تكرمت انا بطالب السيد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان ان يساعدنا لان القريه كلها موجوده حاليا على النيل. القريه ما بتنامش يعني لغايه ما يجيبوا نوم ما ينتشلوا. طيب وهم يعني ما لقوهاش في نفس المكان اللي وجدوا فيه الزوج والابن؟ لا طبعا هم بينزلوا ساعة ساعة ونص ويقول لك الأجهزة مش كافية، الضلمة ما تساعدناش، في ضلمة تحت، ففي أجهزة في المحافظة، فأنا بطالب من خلال حضرتك إن يا ريت يساعدونا علشان يعني وإحنا بنناشد المحافظ لأنه يعني أسرة ما هي أصلها ضاعت، يعني الأسرة ضاعت هي كمان يعني الأسرة، فيعني على الاقل الناس المصري ما بيرتاحش الا ما بيدفن، وده بيحقق له يعني ما يعني بيشفي جزءا من غليله واحزانه، مش هيعمل حاجه لكن هو يعني بيريحهم شويه انه دفننا، يعني طول ما الجثه لم يتم العثور عليها بهذا الشكل فهتلاقوا الناس في حاله يعني يتضاعف عندها الحزن والالم والمصيبه يعني. طيب قول لي هل التفاصيل فعلا انهم كانوا بينقذوا طفل ولا التفاصيل ايه يا استاذ خير؟ لا يا باشا ده هم ما فيش، هم بمجرد ما نزلوا في المكان نفسه طلعوا ابن عمي وابنه. لا انا بكلمك عن ايه اللي خلاهم يغرقوا، هل كانوا القصه المتداوله انهم كان في طفله اللي هي بنته معاهم. فكانت بتستحمى في النيل وهو واقف جنبيها، ايه اللي حصل انه في حاجه استحدثها زي ما بيقولوا او بيقولوا في حاجات كده، فهو مسكين بيمسك في البنت، البنت طلعت. البنت طلعت لكن هو راح. البنت اللي البنت دي بنته يعني؟ بنته.
فهو راح بعديها ابنه، والزوجة شافت الوضع ما تحملتش، راحت على أساس تنقذ زوجها وابنها، راحت نطت عليهم نطت عليهم في النيل على أساس تسحبهم، راحت معاهم. وهي أكيد ما بتعرفش تعوم يعني، لكن يعني ما أي أم هتعمل كده يعني. حتى لو بتعوم يا باشا، أصلا النيل شديد عندنا إحنا، وبعدين إحنا ما فيش يعني، هي أم بتنزل عندنا في القرية، بتنزل مثلا تستبارك من النيل ولا كده يعني في المواد. لا هي أي أم حتى لو هي هتلاقي أطفالها هترمي نفسها اعتقادا إنها يعني هتنقذهم يعني. على اساس تنقذ زوجها وابنها. طيب احنا بنناشد المحافظ انه يهتم بالواقع جدا، لان لما تبقى في مأساة يعني ما نضعفش المأساة، انه الناس كمان ما تدفنش يعني، دفنوا الزوج والابن، لسه الزوجة يعني هيظل عندهم حالة الإحساس بأن الكارثة بتتضاعف طول ما بيدفنوش الزوجة بالشكل ده. نتمنى أن الإمكانيات تزيد، يشوفوا إمكانيات منين حتى يتم انتشال الغريقة من أعماق النيل يعني. بالتأكيد الرياح مع جريان المياه بيؤدي إلى انتقالها لمكان أبعد شوية، فنتمنى أن عمليات البحث تستمر. شكرك يا استاذ خير وربنا يصبرك. طبعا في دايما في الاحتفالات في شم النسيم والربيع تحديدا بيبقى في حوادث مختلفه بهذا الشكل يعني، لكن الاسره بتضيع بالشكل ده يعني حاجه ماساويه يعني. وعن فكره هنا انه الجميع يفكر في انقاذ الاطفال، هو طبعا القصه المتداوله انهم كانوا بينقذوا طفله يعني مش بنتهم حتى يعني، لكن الأستاذ خير وضح في كل الأحوال أيا كانت الواقعة، لكن على الأقل نساعد الأسرة الآن في أنهم ينتشلوا الجثمان.